السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده البيم ستاندرد بتاع دبي. ده المحتوى. هو في الأول بيقولك إن بلدية دبي عاملة الكتاب دوت عشان توحد التسليمات بتاعة البيم. معنى كده إن هو إجباري إن أنت تشتغل بيه الكود دوت. وبيقولك ان هو نفس الشغل بتاع الايزو 1650 الجزء الاول والتاني هو معتمد عليه. وبعد كده شوية مصطلحات زي 3D موديل، ان هو هتعمل حاجة 3D في اكس واي وزد، وعند الاكتيفيتيز اللي هي التاسكات المهام، والمصطلح اللي هو الاي اي سي، وبعد كده الاسيت اللي هو الاصول، البيمكشن بلان اللي هو الوثيقة اللي معمولة عشان تنظم الشغل بين أطراف المشروع، ومصطلح البيم والسي دي اي كوماند داتا انفيرومنت لتنظيم الشغل، كلاسيفيكيشن التقسيم والتنظيمات، الجايست المصطلحات اللي هي موجودة في قلب الكتاب. هو بيتكلم على مفهوم البيم وتركز على الانفورميشن مانجمنت، ان انت تدير بيانات المشروع. هنا بقى حاجة مهمة ممكن ما اتكلمناش عنها قبل كده، وهي موجودة في الايزو 1650 اللي هي الاطراف المشروع. فانا عندي ريسيفنج بارتي اللي هو البلدية بتاعة دبي موجودة اهيت، وبعد كده عندي في ابوينتمنت بارتي اللي هو الكلاينت. تمام، ده المفروض ان هو بيتعامل دايركت مع الريسيفنج بارتي. وليد ابوينتمنت بارتي ده الليد كونسلتنت، وهيبقى تحتيه اكتر من كونسلتنت زي ابوينتمنت بارتي، دول اللي هما بيعملوا اجزاء معينة من المفاتيح. ممكن واحد يكون بيعمل فساد، واحد بيعمل يعني بيعمل جزء من المشروع، بعد كده في حد هو اللي بيقود الليلة، هو اللي بيسلم الابوينت بارتي، والابوينتنج بارتي هو اللي بيسلم للريسيفنج بارتي. ودي موجودة بالنص في الايزو 1650، لكن هم عملوها بشكل شيك شوية والوان وكده. هنا انفورميشن مانجمنت بروسيس، مقسم المشروع لاجزاء. هنا المشروع ككل من رقم 1 لـ 8 هم الحاجات. هنا في بتحدد الاحتياجات بتاعتك، وبعد كده بتبدأ ان انت تطرح تندر، تشوف مين اللي عامل للمشروع، وبعد كده الناس تبدأ تستجيب، وبعد كده تدخل في مرحلة information planning اللي هي appointment وفي mobilization، وبعد كده في الاخر information production بتبدأ تطلع بقى المنتج، وبعد كده بتبدأ تقفل المشروع. وكل مرحلة فيهم بيبقى فيها مسؤوليات معينة، وبيبقى فيها recommendation ومنظمه بالشكل دوت. وبعد كده بيتكلم على البيم اكشن بلان، ودي خطه لتنفيذ المشروع بنكون متفقين عليها، على اساس ما يكونش في كل واحد متوقع حاجه او متصور حاجه، لا نكون كلنا متفقين على نفس طريقه الشغل. وهنا جنرال اكسشن انفورميشن ريكويرمنت، المتطلبات اللي العميل اللي عايزها الاي اي ار، وزمان كانت ما كانتش اكسشينج كان امبلوير، بس في الكود اللي هو ايزو 1950 غيروها لاكسشينج. وزي ما قلنا هما مركزين على طبيعة المشروع. اليوني كلاس كنت لسه عامل فيديو امبارح على بيم اريبيا، بيشرح ازاي ندخلها جوه البيم وازاي ننظمها بطريقة سهلة وبسيطة وما تاخدش مجهود. هنا بقى بيتكلم ان كل طرف المطلوب منه المسؤوليات، زي ريسيفنج بارتي، الليد ابوينت او البارتي ابوينت بارتي، وده الريفرنس. والجزء بقى بتاع اكسشينج انفورميشن ريكويرمنت، زي مثلا الملف هيكون بصيغه الاي اف سي، والملف الاصلي والاوتوكاد، وبيتكلم هل هو اوبن فورمات ولا لا. طبعا اف سي هو الاوبن فورمات، الناتيف فايل فورمات حسب هو ايه اصلا.
البي دي اف، البي سي اف ده بيديني تعليقات على على الشغل بتاع الملف، بحيث بدل ما ترفع الملف يكون فيه كومنتات كتير، لا في بس ايه الدوائر واماكن المشاكل وكده، بمجرد ملف صغير تقدر تستدعيه في الملف اللي شغال عليه وتقدر تشوف فين اماكن المشاكل. هنا الفايل سايز بيقول لك ان الملف المفروض ان هو يكون 100 ميجا، اقصى حاجة 200 ميجا. وبعد كده بيتكلم على طريقة التسمية، لو انت جيت ترفع الملف بطريقة تسمية مختلفة مش هيقبل، يعني لو انت مش بادئ البروجكت نيم شرطة، بيلدينج اي دي شرطة وهكذا، مش هيقبل ان هو يستقبل منك ملف.